بثلاثية شراحيلي وروما، وفي الدقيقة الثانية فقط من بداية المباراة النصر للاتحاد في مباراة الفيحاء، النصر للاتحاد في بطولة دوري روشن، النصر للاتحاد في عالم كرة القدم. مبروك للأمة الاتحادية فوزهم بلقب بطولة دوري روشن، مباراة رائعة ومجنونة وجماهير مش طبيعية، محبة بل عاشقة ومتيمة في حب ناديها، ملأت المدرجات باللون الأصفر عن بكرة أبيه وعلى أنغام. إيه اليوم الحلو ده، إيه اليوم الحلو ده، وإيه الناس الحلوة دي، مثل ما قاعدين يغنون لعيبة الاتحاد فرحا وطربا بحصولهم على لقب دوري روشن بعد غياب طويل، ويا هم مشتاقين له، مشتاقين له بما تحمله الكلمة من معنى. يقول الشاعر: أنا متيم في جمال البداية، لو كان ما بعد البدايات مجهول، مو دايم العبرة تجي في النهاية، أحيان باصل جول أحلى من الجول. فما هي بداية هذا الكيان العظيم، نادي الاتحاد السعودي واللي تأسس في عام 1927 واللي يعتبر هو أول نادي رياضي سعودي، وكذلك هو أحد أشهر الأندية السعودية والعربية والآسيوية والمعروفة بشكل كبير، حيث أن هناك الملايين والملايين من العشاق اللي يشجعون هذا النادي العريق. في عام 1947 وجد الأمير عبد الله الفيصل اللي كان يشغل وقتها منصب وزير الداخلية واللي كان يهتم بالرياضة بشكل كبير للغاية، أن هناك مستقبل رائع ومشرق للغاية في نادي الاتحاد، وكذلك شهد أول مباراة بين الاتحاد والمنتخب البريطاني واللي فاز فيها الاتحاد بالفعل، وبعد ذلك تم نقل الفريق إلى القاهرة للتعرف على كرة القدم عن قرب ومعرفتها بشكل مكثف. ومنذ ذلك اليوم إلى اليوم والاتحاد يمتع جمهوره ويمتع محبينه وعشاقه بكل أنواع فنون كرة القدم من هذاك اليوم إلى اليوم، وعميد الأندية السعودية دائما مبدع وجماهيره في ازدياد، ليس يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة. أترككم مع فرحة وجنون اللاعبين في الطيارة وهم يغنون ويرددون بصوت واحد: اكتب الأمجاد، سطر التاريخ. وأيضا اللي حضر فيكم هذه المباراة أو اللي ناوي يحضر فيكم المباراة النهائية مع الطائي في ملعبكم في الجوهرة، يكتب لي في التعليقات في أسفل الفيديو، ولا تنسوني من اللايك والفولو. سطر التاريخ انتهى.